السلام عليكم عشاق شركة شاومي، عدت لكم من جديد بآخر الأخبار والتسريبات حول الهاتف الرائد من شاومي، شاومي 12 وليس مي 12، لأن شاومي لقد ألغيت المي وأصبحت فقط اسم منتجاتها الرائدة فقط شاومي 12. كشف موعد إطلاق السلسلة والمواصفات في أحدث التسريبات. قبل البدء أطلب منكم أعزائي الكرام من فضلكم الضغط على الزر لايك والشارك وفعل زر جرس لكي يستمر إن شاء الله في طرح المزيد من الفيديوهات. مواصفات سلسلة هواتف شاومي 12 وموعد الإطلاق يظهران في أحدث التسريبات الجديدة. كشفت أحدث التسريبات الآن بأن الشركة الصينية شاومي قد تطلق هاتف شاومي 12 هذا العام 2021. بعد ذلك سيصل كل من شاومي 12 برو وشاومي 12 ألترا في شهر مارس من العام المقبل 2022. ومن المرجح أن تصل سلسلة شاومي 12 بمعالج 898 أو كوالكوم سناب دراجون 898 الرائد الجديد. هناك أيضا معلومات رسمية تفيد بأن الدفعة الأولى من الهواتف الذكية بمعالج سناب دراجون 898 ستصل في منتصف ديسمبر. كما ستطلق الشركة أيضا منتجا رئيسيا فرعيا يعمل بواسطة معالج سناب دراجون 870 جي، وسيتم الكشف عنه رسميا قبل 11 نوفمبر من الشهر القادم. بالنسبة لمواصفات شاومي 12، سيأتي جهاز شاومي 12 بشاشة توفر معدل تحديث تكيفي LTPO، وبالتالي ستحقق هذه الميزة وظيفة تعديل معدل للتحديث التكيفي بين 1 و120 هرتز. كما استجلب هذه الميزة أيضا ضبطا تلقائيا للعرض. ومن المتوقع أن تأتي هذه السلسلة بسعة بطارية تبلغ حوالي 5000 ميلي أمبير في الساعة، وسيكون الشحن اللاسلكي 50 واط فقط بسبب اللوائح المعمول بها في الصين. بالإضافة إلى ذلك فإن سرعة الشحن لهذا الهاتف الذكي ستكسر الرقم القياسي السابق لشحن 120 واط. سيتم شحن البطارية الكبيرة بالكامل في غضون 20 دقيقة، وسيكون هذا رقما قياسيا جديدا. وستستخدم هذه السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم الحركة البطيئة الفائقة بمعدل 1920 إطارا في الثانية. سيأتي هذا الهاتف أيضا مع عدسة بزاوية واسعة جدا للتصوير الواسع بدقة 50 ميجا بيكسل، وعدسة بيريسكوب المقربة هي أيضا عدسة عالية الجودة بدقة 50 ميجا بيكسل. ومن المتوقع أن تدعم الكاميرا الرئيسية تثبيت الصورة البصري OIS. كما شاهدتم أعزائي الكرام، لقد كانت هذه التسريبات الجديدة حول هذا الهاتف الرائد من شاومي، شاومي 12. ما هي توقعاتك بشأن هذه السلسلة؟ أخبرنا كل هذا في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة إن شاء الله لكي نستمر في طرح المزيد من الفيديوهات. أحبكم في الله، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.